بابي، هيدا حسين اللي قلت لك بدي اعرفك عليه، اللي بده يخطبني. يا اهلا وسهلا بحسين. يا اهلا وسهلا بحسين. اهلا اهلا عمي. ما تاخذنا يا حبيبنا، بس في مجال تخبرنا عن حالك شوي يا حسين؟ ايه حياتي، خبره حبيبي خبره. صراحه عمي انا ما بحب كتير احكي عن حالي وهيك، بس بما انه يمكن يصير من عندكم من البيت من هون، فبخبركم هيك كم شغله عن حالي. صراحه عمي انا اسرع واحد بالعالم. ايه بابي بابي، اسرع واحد. روحي يا بنت روحي. ايه اسرع واحد بالعالم يا حسين، بس يعني بشو اسرع واحد بالعالم؟ بالركض. بالركض عمي، مين ما كان بيشرب تنكة مشروب طاقة بصير اسرع واحد بالركض. طب يعني بشو اسرع واحد بالعالم يا حسين؟ مثلا بسباق سيارات. عمي مين ما كان بيدفع 1500 دولار بيلغم موتور سيارته بصير اسرع واحد بالسباق. لا. طب بشو اسرع واحد بالعالم يا حسين؟ يعني بسكي؟ صراحه عمي هلا اي واحد في بسكي يحط له نقطتين زيت زيتون من تحت، بدقيقتين بصير تحت على الساحل. طب بشو اسرع واحد بالعالم يا حسين؟ يعني فينا نعرف؟ حياتي خلاص قل له بابي بشو اسرع واحد بالعالم انت. قل له قل له قل له قل له.